السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع مونقس. فقبل ما يبدا المقطع شكرا لكم على الدعم. دايم كل المقاطع مونقس واقع 20,000 لايك. يا اخي الله يسعدكم جميعا على الدعم. باذن الله هذا المقطع يكون مختلف شوي، صح انه مو حياه واقعيه، مونقس عادي، لكن في حركه صارت بالمونتاج وكذا حركات. فان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تكسروا بالدعم، لايك، اشتراك، خلاص ما بقينا شيء. 700,000 الله يسعدكم جميعا. واصلوا 700,000 وصلونا مليون، يعني خلوه 2021 تفتتح بالمليون باذن الله. خليكم مع المقطع. دقيقة شباب دقيقة. سلوم قال لك بيجي معنا، بيجي لدنا، بيسوي علينا ذيب، يبلع ذا الجيمر قبل اول واحد. احمد اسكت، لا تخليه يتكلم. اذا قعدت لينات جيم $10 كل واحد. شكل الله، بس شكل الله. ارفع ابوي، $10 قليل يا الغالي يا رجال. شباب احمد، يا شباب احمد، يا شباب. الاخضر والازرق منضمنين، اللي هو عاز وانوا هذا مدري. والله اني قايل لكم ان احمد شو، قسم بالله اني قايل لكم. يا الله كتمت الله، لا حول ولا قوه الا بالله. حتى مع $10 خاف الله. لا حول ولا، يا اخوان تقول لا فبصوا، خلوا الولد يلعب. ايوه والله خلوه يدر، سلمه تقول له 50 يا شيخ بيروح لك ترك. ثلاث مرات يرى عليك ترك. خلاص يا عماد، خلاص نفس المهمة اللي في البداية. خلاص ولا فكر علي هو يصيدني. الحمد لله مو جثة، الحمد لله. الله عايش. شكوك عليك يا سلام، ما ميت انت شباب. اخر جيم مشوا لي، تكفون. بيدو مكانك. طيب سترينج، كنا ثلاثه. انا دشيت المدبي والبوب وطلعت، لقيت الاحمر والاخضر، بس انه طلع الاحمر والاخضر في الكافيتيريا كانوا. لا الممر اللي عند اللور انجن والمدبي. طيب برنس، هو ايه. طيب سترينج، انت ما قلت مكانك الاخير. نزلت عند الكافيتيريا، بدش الادمن ولا تبلغون انتوا الحين؟ طيب سترينج هو كان اقرب واحد، يقول كافيتيريا وكان نازل على الادمن. الجثه فوق عند ال ايش يسمونه، عند روبنز، فوق على اليمين في الزوايا، في الزاوية عند الفنت. ما في حد؟ ما ردبل تمزحوني يا عيال، ما حد بيصلح، ما حد بيصلح. الجيم هذا لازم نعرك فيه، لازم. سكيورتي 2-3 ادمن ولا ليش؟ داونلود، خلونا نخلص الداونلود. ايوه اوف اوف اوف. أيوة. دبل مو هو دبل، لانه كل جثه توقع في مكان. اول شيء وين اماكنكم؟ انا اقول لك كنت في الادمن وجلوري عندي واحمد شو، طلعت ستوريج جالس تصويت. ترى ودي اقول لك خبر مو حلو، لانه ما في مهام في الويبنز. في الا في مهام اسود كان جالس تسويها معي. اي انا معي. تقطع يقصد الحجار. الحجار لا 20 طلقه ذي حقت ال هذه الاحجار. طيب موجوده عندي انا. ما في موجوده وسويناها. انا سويتها. وش اللي اسود سواها معي؟ ترى في بعض المهام ما تطلع عندك. انا مريت من هناك ما في ولا مهمه. حريات جعري يا عازف. طيب شباب، برنس انا شاك فيه بنسبه كبيره، لكن بسكب لانه هو الوحيد اللي جاي شاكد. ايوه وما برر وما ادري ايش. لا انا شفت الطريق قلت لكم، وعازف قص ثاني. متهمون اجل ها؟ يا حي تحريات جعري. انا احس الامبوستر يسوقها المفروض ما تذبح على الاحمر ساس. الزبده ما علينا يا ولد، انت اكثر واحد انت مكانه. شوف احنا اربعه. يا اربعه، اصفر اخضر
الابيض وانا البرتقالي، كنا ما طلعنا من الالكتريك وطالعين لفوق على من جهه بس. انا عندي مشكله واحده بس، من اللي كان يقول الاحمر؟ انا عازف. انا كنت اقول الاحمر. لا لا، اللي قعد اللي سوى الريبورت اول. انا برتقالي. وين محلك يا برتقالي الحين؟ معلش انا في الادمن وما عازف، انا قاعد اعلق هو قاعد يسوي الابلود اللي فوق. شفتني يا تمرون النافيجيشن؟ انا مريت بس. لا شفتني في اللوج؟ انا توني ماسك اللوج جت صيت. حسك بسك تحط طل علي اساس، انا بعيد مره. انا لا ما بحط عليك. يا سلوم يا حقود يا حقود. شباب دقيقة، سلوم قال لك يبيجي معنا، يبي يجلدنا، يبي يسوي علينا ذيب، يبلع ذا الجيمر قبل الجيمر. اول واحد يموت. احمد اسكت، لا تخليه يتكلم احمد. والله قال لكم ان احمد مايكك. الله يا احمد طلعت باص. والله انا اسف يا اخي، معليش ما يدري. والله تعرف اللي قال يا سلو، قلت له يا حبيبي من قلبه، والله من قلبه. يا صوت ثاني طلعوني انا بوستر يا شباب. انا اقول سكيب صح. سكيب سكيب ماكم داعي عشان اخر جيم. استهبلون يا اخي. جلوري انا اسف بس يعني لما احمد تكلم لازم اذبح. غلط يا سلوم، ليش تقفل هذه يرحمه؟ شغل الرياكتر يا رجال بالغلط من الخرشه. يا عيال اخوك بالاصفر. شباب صوت على الاخضر ماكم داعي. شافوا يا ابو احمد الاخضر ماكم داعي. هو ثلاث سواد لا يصير تعادل. الاخضر يا شباب مسوي ميتنج على ايش؟ مسوي ميتنج على ايش؟ اخو اسمعني بعد، شوف مين صوت عليك. والله انا اسف، انا اسف الامبوستر الثاني بس اني لا وافي في دراسك يا سلام. من القهر والله من القهر. يا حقود ميتنج يا شباب. شكرا بس كان الرياكتر بعد. توقع واضحة عازف. ايش اللي واضح الاصفر؟ انت واضح نفسك. استهبل قلت انا. طيب ايش ليش قاعد تحمس؟ قلت انا خلاص قاعد اقول لسلوم في دراسك يا رجال. من اليوم يقول سلوم لا تنكبنا. ايش في يا واضحة خلاص صوت على سلوم. انا عازف على سلوم حتى ما دخل. والله محتوى يا اخوان. عيال بينام من تباني اذبح يا سلوم. تفضل. والله شوف بدي اذبح احمد مره ثانيه. اقدر احمد بدك ترجع؟ لا تعال تهرب انت. هو يا وحش هذا بسرعه ما اقدر اسوي امرجنسي. تعال خرب 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 اصلح اصلح خرب. اوه نسيت من دار يا عازف. تسوي ميتنج. اهربوا اهربوا. جي 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 جي.